اسعد الله صباحكم، صباح الخير. نشيت 9 ربع، باقي 45 دقيقة على ريوق. بس اسرع اسرع، حد راح بالجاب تتريق. المهم وداعا انتر، لكن رايحين مدينة ثانية تبعد 240 كيلو مني، وان شاء الله بنراويكم التفاصيل. الفندق كان صراحة فنان ممتاز، عيبه بس السويت، الحمام كامل دور مداير قزاز، بس هذا العيب اللي فيه، ولا فندق فنان صراحة. الناس اللي ياسا تغيم الفندق يقول لك يا أكله متواضع، احمد ربك أعطوك أكل أصلاً الفندق، أغلب الفنادق في أوروبا ما يعطونك أكل وتغيمهم تمام يعني. يقول صلى الله عليه وسلم يوم يحطون الأكل إذا عيب أكل، وإذا ما عيب ما أكل، ما يقول الأكل مو بزين ولا الأكل محدود ولا الأكل ما أدري شو فيه. وبعدين تغيم الفندق على نفس المكان اللي أنت فيه، يعني ما بتغيم الفندق على مستوى بلادك تقول لا ما ينفع، لا تغيم الفندق على نفس المكان اللي هو فيه. يعني مثلا مكان ريفي تبغى تسوي لك فندق نفس فنادق دبي مثلا، يعني سفن ستار ولا كيف؟ لا، فنادق تكون عقد حالها بس محترمه مرتبه. اهلا وسهلا بكم في روست، تعرفونها روست اللي فيها اليوروب بارك، نحن في روست. اخذنا فيها فندق طال عمركم ليله واحده حق الملاهي، بناخذ يوم كامل في الملاهي ان شاء الله، بعدين بنروح مدينه ثانيه بامر الله. هذه منطقه روست، الحين ما عندي نت لين نوصل الفندق ان شاء الله، بتنزل كل الفيديوهات. هاي منطقه صغيره، فنادق حتى صغيره. هذا الفندق في روست، ما نشوف شو اموره وجربه. الفندق صغير وتصنيفه في بوكينج. هالبلكونه طال عمركم عندنا، اعطونا غرفه وصاله. شوفوا هالغرفه ما شاء الله فيها مطبخ، يا سلام يا سلام. اعطونا مره بركس كامل، اعطونا ما شاء الله، فنان والله. صح محمد فنان صح؟ مكانه جميل صراحة، فندق عادي، نفس المنطقة صغيرة، هاي فنادقها يعني. سنت تحينا ما عدنا نت. اتمشى في المدينة ادور لي فيني، قالوا لي محل على اساس اخذ بطاقة، لان الفيدافون عندي خلصت. روست هاي قرية صغيرة بس تبات فيها على اساس هاي اللي يسمونها يوروب بارك، نبي نلعب في اليوروب بارك. هاي المنطقة شتوها، الورود ما شاء الله في كل مكان. اليوم السبت جايين ويكند ما اظن هني. هاي منطقة روست اللي فيها اليوروب بارك. الفندق يبعد عن اليوروب بارك 5 دقائق مشي بس. انا طلع خيف ادور محل ما حصلته، راد الحين مشي العيال بروح الالعاب. حلوة المباني عندهم، تقول مصيف. شوف كلهم بيوت حلوة شكلها، كل واحد مسوي ديزاين حلو ما شاء الله. هذا اللي في الوي، هذا فندقنا.
شبكنا في النت بس ضعيف، بس احاول احمل الافلام ما اتحملها بسرعه. هذا الفندق اللي احنا فيه اعطانا نفس الشقه، ما شاء الله شقه حلوه صراحه. هاي السنطره عنده جوه، ان شاء الله الشيره نطلع سنطره. هذا المكان طال عمركم قدام الحديقة، هذا مال الشاورما قدام الحديقة. دخلنا اليوروب بارك، أرخص عن ديزني بوايد، هاي ب 38 يورو وهيك كانت ب 90 يورو. مكان جميل مع البوب كورن. يوروب بارك فيها مطاعم، هذه شوفوا. شغل ترتيب، شوف هاي مين شغل ترتيب، تروح فوق تخربك ما يتبديك شيء. طبعا هاي اليوروب بارك، اللي ما شاف اليوروب بارك حديقة كبيرة ما شاء الله، كل شيء فيها مطاعم كل شيء فيها. ابغي اركب قطار الموت، بس انا سريري ما بشالتني ولا ابغي اسير الحين. من قطار الموت لين هالقطار مع الشله الصغار لازم تلعبنا. يلا هاي اخرته، يا سلام يا سلام، وناسه والله. ما شاء الله الحديقة كبيرة وما فيها زحمة نفس ديزني. هذا المكان خاص بالأطفال، كل ألعاب للأطفال، وفي اماكن خاصه للكبار. طبعا عندهم وايد شغلات للكبار وايد شغلات للصغار تقدر تركبهم. الحديقه احسن عند ديزني بوايد، يعني ما في فرق صراحه. ديزني ما فيها شيء، شوف هاي فيها اشياء وايد وارخص واكبر ما شاء الله، قصدي ما شيء مقارنه، مو ما شيء فرق. ممتازه تستاهل صراحه العنوه، كان جميل. بعض اللحظات لازم تعيشها لغيرك، مو كل انت تسيس تلعب، لازم تلعب عيالك. شو رايكم في الكوخ اللي انا فيه؟ ديكورات المكان ما شاء الله روعة صراحة، ديكورات المكان
جدا روعه صراحه. مسوي فيها اكواخ، مسوي فيها حدايق، مسوي فيها شغلات وايد حلوه، كلها قطارات وقطارات موت والعاب وكل شيء فيها ما شاء الله. اول نشتة عاد طاع فكرتها اساس انه اول نشتة هذه دورات المياه طاع كيف مسوينها فكرتها وايد حلوه. شوفوا كيف عالم كله متونسة بالحديقة ما شاء الله كبيرة وكل شيء فيها تستحق زيارة يوم واحد صراحة. حصلنا شباب ما شاء الله من سنين ما شفناهم، شفناهم هني سبحان الله. الحين عندنا تجربة قطار الموت، الحين بي دورنا واللي فيها فيها. ركبت قطار الموت. شد التليفون عني والله ما خلاني اصور، والله كنت بصور. بس مشكلة. الحرمة ركبت وياي اقول لها فتشي عيونك مو بطايعة. فتشي عيونك مو بطايعة. للحين تقرا قران يا لسه للحين، ما اعرف شو السالفة يعني. بس اللي مو بياي بعيال ما يركب القطار بيقطع الخلفه ترى يمكن خمس نزلات شي خرات شي على راسه ينزل. حديقه ممتازه يا جماعه، عجبني الديكورات اللي مسوينا فيها، الحجر والديكورات والتصميم ما شاء الله وايد وايد فنان. كل حد يوصيني عمزنا بطل هبرايا. تعال حمود ما عندك مشكلة انت بطل، في ريال يطلع لك يرشك بماي هني ما ادري سبحنا كم مرة رشنا. ايه يلا دور الغواصة الحين، لفوا لفوا مني 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 مني. يحاربون هذيلا اظني شنيوب هذا. خلصنا رحلة الحداد، رحلة طيبة صدنا شوي سمعت صدنا. مسوي النظام الجريكي. وهي اللي خربوا النظام.
هذاك القطار اللي ركبناه شوفونه اسميه لعبنا لعبه لين قلنا بس الحين يخر خراش اللي بيه اوروبا ياخذ له يوم هني ياخذ له يوم مش شرط يسكن يسكن في بادن بادن او عدالها ويبي يسكن فيها ما فيها شيء ترى الساعة 7:30 الناس بدأت تظهر لأن الحديقة تبنت الساعة 8 كوفي جميل عند الباب وانت طالع ما جربناه بس ديزاينه ما شاء الله ديكوراته حلوة ما شاء الله فكرة الدراجة حلوة عبارة عن طاولة داخلها دراجة سناب مزنا اوكي انا سكنت عدال اليوروب بارك يمكن 5 دقائق مشي ولكن المدينه هاي ما فيها شيء خلاص الحين في الليل ما فيها شيء ولكن خلاص ترجع تريح باكر تروح مدينه ثانيه يصير الواحد الحين يغير ملابسه شيء ويترتب ويرسل البلكونه يشرب شاي في البلكونه يرقد بدري انا بكير تسحب بكير يعني